إضافة للكلام ده يعني أن إحنا دور المكتبات، اتكلمنا مثلا عن دور المكتبات في الأحياء في الأحياء، خلينا نتكلم المكتبات عن الحكومية الحكومية، أول حاجة. حتى المكتبات التجارية بالمناسبة كان عندها دور في يعني جذب القارئ. يعني مثلا مكتبة الفجري في مدني سودان بوكشوف في مدني، أنا. أو أنتوا مكتبات بتقصدوا كبيرة مكتبات مكتبة للبيع؟ مروي وغيره، بتقصدوا مكتبات للبيع الكتب ولا كانت مكتبة بتخاطب. نقعد نقرا فيها؟ لا المكتبة حتى مثلا ان احنا بنقرا فيها دي، أها زائد انه المكتبة اللي كانت بتبيع الكتاب كانت دايرة تصل القارئ، ودايرة يعني اذا ما أيوه هو قادر يصلها كانت دايرة تصله هي عبر مثلا الروابط بتاعت الطلاب في الجامعات في الثانويات. لما أيوه يعملوا اسابيع ثقافية كان بيدوهم كتب وبأسعار مخفضة في أنه يعرضوها كمعرض كتاب داخل الأسابيع أيوه الثقافية لهذه الروابط أو كده. منها الطلاب كان بيلقوا عائد كويس لتمويل أنشطتهم الثقافية الأخرى أو الاجتماعية أو الرياضية، ومنها المكتبات كانت بتسهم في إسراع حركة الثقافة. ما كمان يعني أنت داير تخاطب القادر اللي بيجي المكتبة يلا احنا عشان كويس، نصنف الحاجات دي نتكلم عن المكتبة. والوسط اللي هو عبر ال ايوه نتكلم عن المكتبة.